السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. لا تشتري ايفون 10. انا عارف العنوان ممكن يكون مستفز شويه بالذات للفانز بتوع ابل، بس اسمعوني شويه وهتلاقوا الموضوع منطقي جدا. في اخر السنه اللي فاتت انا عملت ريفيو عن الايفون 10 بعد استخدام مكثف، وقلت عليه في الفيديو ان هو موبايل كويس جدا، يعتبر موبايل ممتاز بالذات لو انت بتحب اي او اس وبتحب ابل. هتلاقي الايفون 10 فعلا جهاز محترم ويستاهل سعره الغالي جدا $1000. لكن دلوقتي بعد ما عدينا اكتر من نص 2018، الايفون 10 اكيد مازال يعتبر جهاز ممتاز، لكن انا برضو لا انصح ابدا انك تشتري دلوقتي ايفون 10. العيب اكيد مش في الموبايل نفسه، ولكن في التوقيت اللي احنا فيه ده يمكن يعتبر اسوأ توقيت انك تشتري ايفون 10 جديد، ويعتبر برضو توقيت غير مناسب ابدا انك تشتري فلاجشيب جديد عامة، بس تحديدا ايفون 10. السبب في كده ان الايفون فيه حاجة مختلفة ومميزة عن باقي الموبايلات الموجودة في السوق او باقي الفلاجشيبس الموجودة في السوق، وان سعره مش بيقل. الايفون بينزل بسعر ويفضل بنفس السعر لحد اليوم اللي قبل ما ابل ترن عن الايفون الجديد. الكلام ده لا ينطبق ابدا على اي فلاجشيب تاني موجود في السوق. خد عندك مثلا النوت 8. نوت 8 ساعات ما نزل بسعر يعتبر غالي جدا، $930. النهارده تقدر تشتري نوت 8 بسعر حوالي اقل من $600، يعني الفرق تقريبا حوالي $350. طبعا ده يعتبر فرق كبير جدا، ده يعتبر برضو شيء عادي. الموبايل بقاله فتره طويله في السوق فسعره بيقل عشان النسخه الجديده منه قربت تنزل، دي حاجه عاديه لكن مش بتحصل مع الايفون. الكلام ده ممكن يعتبر ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه انت لو مثلا اشتريت الايفون 10 اول ما نزل بسعر $1000، هيفضل محتفظ بقيمته على مدار السنه، فلو احتجت مثلا انك تبيعه في اي وقت خلال السنه هيجيب لك سعر يعتبر كويس جدا، دي اكيد حاجه كويسه. لكن العيب بقى هيظهر لو انت اشتريت الايفون 10 في وقت متاخر زي مثلا دلوقتي، هتدفع فيه برضو $1000، في حين انت لو استنيت شويه ابل هتعلن عن الايفون 11 او ايا كان هيكون اسمه، وهينزل برضو بسعر $1000، واكيد هيكون احسن بكتير من الايفون 10 اللي انت اشتريته برضو $1000 من فتره قصيره جدا. فاهمين حاجة؟ التوقيت اللي احنا فيه ده هو بداية موبايلات اخر السنة، الفترة اللي جاية ان شاء الله هينزل شوية فلاج شيبس قوية جدا. لو انت بتحب الايفون ولازم تشتري ايفون، خلينا نبدأ مثلا بابل. ابل السنة دي بعد فترة مش طويلة ابدا في شهر 9 اللي جاي شهر سبتمبر هتعلن عن 3 ايفون. زي ما سمعنا في تسريبات كتير جدا الفترة اللي فاتت، ابل متوقع انها تعلن عن 3 ايفون في شهر سبتمبر القادم. الاول هيكون النسخه الجديده من ايفون 10 واللي في الغالب هتنزل باسم ايفون 11. الموبايل ده في الغالب هينزل مع تصميم قريب جدا من الايفون 10 مع تقريبا نفس حجم الشاشه 5.8 انش، لكن اكيد هينزل مع مواصفات داخليه احسن، هينزل مع كاميرات احسن، فيس اي دي متطور، وفي الغالب هيكون سعره كمان في رينج ال 1000 او $900، يعني تقريبا نفس سعر الايفون 10 او حتى اقل. الموبايل الثاني اللي هتعلن عنه ابل اكيد هيكون نسخه البلس اللي في الغالب هيكون اسمها ايفون 11 بلس. الموبايل ده هيكون اكيد مناسب ليك لو انت كنت شايف شاشه الايفون 10 صغيره زي كده مثلا، اللي هو المفروض انه هينزل مع شاشه عملاقه 6.5 انش، واكيد برده مع مواصفات متطوره زي اللي في الايفون 11، لكن اكيد برده هيكون سعره اغلى. اما الموبايل الثالث فهيكون نسخه البادجت او نسخه الرخيصه نسبيا، واللي هتنزل بسعر حوالي $700. الفرق الرئيسي انها هتكون الشاشه بتاعتها 6.1 انش، يعني بين الموبايلين التانيين، لكن هتكون من نوع LCD مش AMOLED عشان ابل تقدر تقلل السعر، وهينزل كمان مع كاميرا واحده في الظهر مش كاميرتين زي بقيه الموبايلات. خلاصة من الكلام ده ان انت لو بتحب الايفون ولازم تشتري ايفون، بعد فترة مش طويلة ابدا هيكون عندك 3 اختيارات جديدة من ايفونات احسن من اللي موجودة دلوقتي، وتدفع فيها تقريبا نفس السعر اللي هتدفعه في ايفون 10 النهاردة. الحالة التانية لو انت مش لازم تشتري ايفون تحديدا، الفترة اللي جاية برضو هينزل قدامك اختيارات قوية جدا. يعني مثلا الشهر اللي جاي مباشرة سامسونج هتعلن عن النوت 9، بعديها فترة مش طويلة LG هتنزل الـ V40، بعديها تقريبا في نفس التوقيت هواوي المفروض تعلن عن الميت 20، بعديها بفتره مش طويله برضو جوجل هتنزل البيكسل 3 والبيكسل 3 XL. الموبايلات دي كلها اثبتت نفسها بجداره مع الاجيال اللي فاتت. في ملحوظه مهمه كمان، لو فاكرين السنه اللي فاتت الايفون 10 ابتدى يتباع متاخر شويه في شهر نوفمبر، لكن متوقع جدا ان موبايلات الايفون الجديده اللي هتنزل السنه دي هتبدا تتباع في شهر سبتمبر. وعشان كده طبعا لما اي حد بيسالني الايام دي ايه رايك في ايفون 10، بقول له طبعا هو موبايل ممتاز، ولكن مش من المنطقي ابدا انك تشتري دلوقتي. $1000 اللي هتدفعها النهارده في الايفون 10 لو استنيت فتره مش طويله ابدا تقدر تدفعها هي نفسها او اقل منها، وتاخد فلاج شيب احسن بكتير سواء من ابل شخصيا او من الشركات المنافسه. ارجو ان دي تكون نصيحه مفيده لاي حد بيفكر يشتري ايفون الايام دي. لو عايزين تعرفوا اخبار التكنولوجيا وغيرها اول باول، انصحكم جدا تجربوا الويب سايت الجديد اللي انا عملته www.omardizer.com، واكيد هسيب لكم الرابط تحت الفيديو. وبس، لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك العنيف، تابعونا على انستجرام فيسبوك وتويتر والرابط برضه هتلاقوه تحت الفيديو، ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، سلام.